نروح دلوقتي للفقرة اللي كلنا بنستناها الحقيقة، ان احنا بنحب نشوف كده معلومات مع بداية اليوم تفيدنا، وهي مع الحرارة اللي احنا شايفينها والأجواء اللي شايفينها دايما بنشوف ازاي نتغلب على درجة الحرارة. بالتأكيد بيكون بقى في معاناة سواء بالنسبة لجفاف الجسم، حر، عرق، ازاي بقى ان انا ارطب جسمي مع الأيام اللي جاية دي ان شاء الله. وبالتأكيد هنتعرف على حالة الطقس يعني كمان هيكون لينا كلام عنها، ولكن مع التأكيد دايما على الارتفاع درجة الحرارة بنحتاج ان احنا نرطب جسمنا. نشوف مع بعض في معلومة تهمك نعمل ايه، بنرجع لكم مرة تانية.